بالمحاضرة اللي فاتت قررنا بين two faces or two cases اللي هو the exponential growth وإيش كمان the exponential decay. طبعا احنا بنركز على exponential لأنه غير the exponential ممكن يكون إيش ممكن نأخذه بالكورس تاع differential equation. ففي إذا عندك population إذا عندك population تفكروا مع بعض إذا هم population مع الوقت بتكاثر وبيزيد exponentially to its current size معناته the exponential growth في هاي الكيس بيكون بهاي الصورة. So this is E قوة T. يعني بيكون عندك إذا بدك بالأحرى إنه بيكون عندك B0 بيساوي B of T اللي هو solution solution ل differential equation بهاي الشكل dp على dt بيساوي k في e قوة alpha t إذا بدك أو هاي b في قوة ايش k t. No بقدر أعملها كالتالي بطريقة ثانية طلع كيف نعملها كالتالي k في b وخلي k ايش موجب. So شو بصير تغيير على ال population مع الوقت increases proportionally to its current size. هاي differential equation اشتقناها مع بعض وحلناها كان solution لها p of t بيساوي b0 في e قوة كديش في e قوة kt. فهي الحالة واضح انه في عنا ايش growth زياد. هذا شو عكس الجروث ديكي؟ اذا كان عندك هذا البوبوليشن مع الوقت بكل ماينس كي في بي فالسوليوشن لإله شو راح كيف راح يكون السوليوشن لإله ديكي. فهي الحالة بي اوف تي بيساوي بي زيرو في ايكو ماينس كي تي. وهون برضو ايش كي كي موجبة بس ماينس كي شو بصير بصير سالب. فهي الكيس سمناها هاي في عنا growth هون. هلا هون شو بصير في عندك decay. So هذا هو هدف section تاع اليوم. هذا هاي بلخص كل اللي اخذناه المرة اللي فاتت. ناخذ example more examples ك applications على هذا الكلام. فمثلا اذا في عندك population مثلا population increases proportionally to its current size. طلع هاي الجملة معناته ان the differential equation اللي بنشتغل عليها ما هذا difference طلع increases proportionally to its current size. واضح انه في عندي ايش growth مش decay صح؟ هلا لحالك بتعرف هاي من خلال هاي الجملة. ناو السؤال بقول لك نعم كي اكبر هاي بديش اخربطها للطلاب كي اكبر من زيرو. فشو رايكم طلع لما كي اكبر من زيرو طبعا بي زيرو بكون رقم صح نحكي عن population بي زيرو رقم موجب او صفر صفر واحد رقم موجب عدد البكتيريا او عدد الناس او عدد البكتيريا. هلا اي كو وكي تي صح كي موجب احذر شو الليمت في هاي الكيس شو الليمت لبي اوف تي لما تي جوز تو انفينيتي مع الوقت الاكسبوننشال لوين بروح لانفينيتي. هاي عشان هيك الجراف. هلا في الديكي احذر هون كديش الليمت لبي اوف تي لما تي جوز تو انفينيتي ك موجب بس سالب ك شو بصير سالب فالليمت روح للزيرو. هلا انت طلع انت حر كيف يعني المهم المعامل يكون هون سالب وبالتالي الاكسبوننشال لازم تقبل باور له سالب. هلا بيجي واحد يحكي اوكي انا بدي ك سالب هون بدك ك سالب تشيل السالب اللي قبلها.
يا بتحكي كي موجب وبتخلي السالب. انا بحب اخلي السالب عشان نتيجة الطلاب بدناش نتخربط، خلص كي دائما موجب والمعامل سالب. بس لما بطلع لك كتاب مثلا اذا حكى لك انه كي سالب، اوكي بشيل السالب اللي من هون، وهذا ف يعني لازم تكون واضحة الصورة. هلا population increases proportionally to its current size. افرض اف مثلا if the population after مثلا after 3 مثلا 3 months becomes مثلا 10,000، now and the population two months later becomes مثلا 40,000. السؤال بقول لك what is the population size that was initially present or that was present initially. Okay, so هذا النوع من الأسئلة بدك شوي صغيرة بس تركز في المكتوب عشان تفهم. أول حاجة يا عزيزي، هذا السؤال على الجروث ولا على الديكي؟ على الجروث، معناته عندك شو بصير تغيير على البوبوليشن مع الوقت، هو عبارة عن كي موجب في بي، صح؟ صح كي موجب؟ لأنه جروث. هلا اتفقنا مع بعض شو السوليوشن لهي؟ بي اوف تي بيساوي بي زيرو في اي قوة كي تي. هذا بسميه ايش؟ سوليوشن. سوليوشن للديفرنشال ايكويشن هاي. تمام؟ هلا الخطوة الثانية بقول لك انه هذا البوبيليشن بعد 3 أشهر، يعني وكأنه تي، شو مالها تي هون؟ مانث. هلا تي ممكن تكبر بالمانث، ممكن تكبر ييرز، ممكن تكبر دايز، ممكن تكون اورز، ممكن تكون سكندز، حسب السؤال. هلا معطى في السؤال انه هذا البوبيليشن بعد 3 أشهر قديش بصير فيه؟ 10,000. يعني بدك تروح تعوض محل تي 3، شو لازم يطلع الجواب؟ قديش لازم يطلع الجواب؟ 10,000، صح؟ يلا عوض وين محل، وين ما في تي شو بدك تحط؟ فبصير هاي اسمها بي زيرو في اي قوة كد ايه؟ قوة كي مضروبة في كد ايه؟ في 3. بعدين افهم السؤال هلا، شو بحكي لك بعدها؟ and the population 2 months later. two months later يعني مشينا 3 أشهر، هذول مشين كمان شهرين بعدهم قديش صار العدد؟ 40,000. يعني شو اكتب هلا؟ بي قديش هلا؟ بي الخمسة، دير بالك بي الخمسة، يعني بعد 5 أشهر من البداية قديش صار الجواب؟ 40,000. وهلا شو تعريف بي خمسة؟ عوض فوق في المعادلة، الحل بي زيرو في اي قوة خمسة في كي، صح ولا لا؟ مزبوط؟ هلا شو السؤال بده؟ طلع شو السؤال بده؟ احذر what is the population size، قديش باقي حجم هذا population، قديش عدده يعني، that was present initially. شو المجهول هون؟ بي زيرو. يعني احذر قديش انا باقي مبلش في هذا population، قديش بي زيرو. فالمطلوب هون ايش؟ بدك تطلع ايش؟ بي زيرو. هلا في عندك معادلتين، هاي المعادلة الأولى وهي الثانية، شو المجهول فيهم؟ مجهول فيهم شغلتين، بي زيرو وكي، معادلتين مجهولين. مين بقول لي كيف اول حاجه اخلص من بي زيرو؟
قسم، روح على اثنين قسمها على شو؟ على واحد. فبتروح بي زيرو مع بي زيرو، مين بقول لي ايكو 5 كي تقسيم ايكو 3 كي؟ كده الجواب ايكو 2 كي تساوي 40,000 تقسيم 10. شو الجواب؟ 4. مين بقول لي كيف نطول كي هلا؟ ناخذ اللين للطرفين، معناته لما تاخذ اللين للطرفين 2 كي تساوي لين الأربعة، صح؟ لما ناخذ اللين للطرفين معناته احزر بكديش باكي كي؟ باكي كي عبارة عن شو؟ عن لين 2، صح ولا لا؟ صح، لأنه هاي لين الأربعة عبارة عن 2 لين 2، فبروح 2 مع 2 بضل كي شو مالها؟ شو رأيكم؟ كي تساوي لين 2، لين 2 موجب ولا سالب؟ شو بتعرفوا عن اللين؟ صح، اللين فوق الواحد موجب وتحت الواحد سالب. شو رايكم 2 اكبر من الواحد ولا اقل؟ معناتها لين 2 شو مالها؟ موجب. اذا كي موجب، صح، اتفقنا بقول في عندك جراف، يعني لازم يطلع كل حلك صح. هلا بس شو المطلوب هو؟ بي زيرو ما دام صار معروف معك كي، يا بتعوض في واحد يا بتعوض في 2، وبتطول ايش؟ بتطول بي زيرو. فخلينا نعوض في واحد، تحط محل كي اللي كي بسموها growth rate، اذا كانت موجبة، واذا كانت سالبة شو بسميها؟ decay rate. فnow substitute k n مثلا n1، شو بصير معك؟ بصير معك b0 في equal 3 في ln 2 تساوي 10,000، صح؟ مزبوط هيك؟ معناته b0 شو بدها تساوي؟ 10,000، نعم، على اي، يلا منيح هيك، على ايكو لنا 8. قديش ايكو لنا 8؟ 8، يعني تطلع قسموا لي ال 10,000 على 8، يلا شوف قديش بيطلع؟ 1250. باقي حجم ايش؟ حجم هذا البوبيليشن في البدايه. طلع كيف؟ طلع بلشت انا مثلا، تخيل هذول عمي مجتمع مثلا ايش؟ مجتمع مثلا في ايران، جبنا 1250 فار هيك وحطيناهم في المختبر، حطينا فيهم، خليناهم يتكاثروا يتزايدوا مع الوقت بجروث ريت كي لين 2. احزر ال 1250 هذول بعد شهرين قديش بصيروا؟ حسب السؤال. بعد شهرين، بعد 3 اشهر، سوري، بعد 3 اشهر قديش بصيروا؟ 10,000 فار. وبعد 5 اشهر 40,000. فبدك تدير بالك، مزبوط ولا لا؟ عشان هيك لما بيربوا هاي الفيران بالمختبرات لازم الايفوليوشن تبعهم اوفر تايم يتبع الديفرنشال ايكويشن، بحيث انه الزياده في الفيران تكفي العمل التجارب والتشريح وكل هاي. في نفس الوقت ما يكونش الجروث تبعهم تو ماتش اكسبوننشالي، يعني والا الجامعه كلها وكليه العلوم كلها بس تفيد. من وين؟ في عندنا بالعلوم بربوهم هذول. فالمهم، سو هذا اكزامبل على ايش؟ على الجروث. اعطيك اكزامبل مثلا على الديكي. خذ مثلا على الديكي، مثلا نجيب ماده نعمل لها تفاعل كيميائي، مثلا كيميكال، اكتب معي كيميكال رياكشن، سبوز ان اماونت اوف 100 جرام. افرض نسوي تفاعل كيميائي
جبنا كمية 100 غرام 100 غرام of substance مادة معينة جبنا منها كديش 100 غرام is present initially now. Okay, so عرفنا هلا ايش كديش الكمية اللي حضرناها يعني اللي هي Q0 أو P0 الأول. هلا افرض suppose also that the change of this material over time مع الوقت is evolving according accordingly to this differential of to the following differential equation. شو اتفقنا مع بعض dE معناته differential equation. افرض مثلا dQ over dT يعني شو بصير التغيير على هاي الكمية Q يعني quantity yes Q quantity شو بصير التغيير على هاي الكمية مع الوقت افرض انه هيك minus 0.6 Q now the question is where إذا بدك where T in hours يعني الوقت بالساعات سؤال هلا find the amount of this substance left after مثلا 1 hour. Okay, so هاي سؤال. سؤال على الديكي. شو عرفك ان المثال هذا ديكي؟ شو عرفك انه هذا المثال ديكي؟ طلع ما حكاش في السؤال increase decrease. طلع السؤال اللي قبل حكى لك increase. سو على طول graph. هلا هون ما حكى لك ايش حكى لك انه هاي الكمية مع الوقت is changing تتغير حسب هاي differential equation. هلا هاي differential equation description لgraph ولا لديكي؟ ديكي لانه المعامل كيو شو ماله؟ سالب. هو ده؟ سو من هون بيجي الديكي. طيب هلا بقول لك احذر قديش بضل من هاي المادة بعد ساعة؟ صح احنا بلشنا ب 10 جرام وين راحت؟ 100 سوري بلشنا ب 100 جرام صح؟ بس قديش بضل منهم بعد ساعة؟ أنت حسب قبل ما تبلش تحل في السؤال تتوقع ال 100 تزيد ولا تقل؟ تقل لأنه في عندك ايش؟ ديكي. هلا أول حاجة بتكتبها طلع ما دام عندك دي كيو على دي تي differential equation بهي الصورة احذر شو الحل تبعها solution شو هو الحل؟ شو الحل؟ مش مع بعض احنا عملنا derivation للسوليوشن؟ شو كان الحل؟ السوليوشن لإلها Q of T بيساوي Q0 في E قوة ايش؟ قوة minus K في T اللي سأل عن السالب هلا اتفقنا مع بعض احنا انه K دائما موجب مين بقول لي قديش K في هاي السؤال؟ K قديش؟ 0.6 لانه حطينا لها سالب صح؟ اتفقنا كي دائما موجب اذا هاي هي كي صح؟ هاي هي ايش؟ كي فيري جود ومين بقول لي قديش كمان كيو 0؟ 100 جرام صح؟ صح كيو 0 بلشنا بكدي هيو انيشيالي دائما كلمة انيشيالي ايش؟ يعني في البداية بلشنا فيهم فتعال عوض هلا شو بطلع معك؟ كيو 0 100 و E minus 0.6 T هاي ايش؟ Q of T طلع هاي Q of T ضع القلم هاي Q of T هاي ال quantity بتاعت الماتيريال اللي بلشنا فيها عند أي وقت بدك إياه هلا إذا بتعوض محل T بس كده شو السؤال بده محل T ايش؟ بعد واحد ساعة احذر بعد واحد ساعة شو بضل من هاي المادة؟ 100
كو ماينس 0.6 سبوا لي اياها هاي قديش 100 ضرب ماينس 0.6 نعم نزل عمي نزل ولا يهمك ها يلا انا بدي الجواب هاي 100 على اي كو 0.6 شو الجواب تقريبا كده 54 وكده وثمانية يعني تقريبا 55 تقريبا 55 ايش جرام طلع كديش بكت نبلش انت بمية بعد ساعة كديش صاروا 55 اذا واضح انه في عنا ايش ديكي ناتج عن هذا التفاعل طيب هلا هاي الاسئلة على فكرة تقريبا more or less the same questions اللي بعملهم اكسرسايز لطلاب الديفرنشال يعني انت لسه انتوا ايش تاخذوا في ماث اولى صح لسه بدكم كمان ماث ثانيه بعدين بتروحوا على الكورس تاع الديفرنشال بس رح هيك بصير عندكم صوره ايش مرتبة عن الموضوع هلا نعم اه بزبط صح very good بس بدك تدير بالك على لازم على الفرق تاخذ بدك تدير بالك على الفرق تاخذ تحسب الفرق تاخذوا كويز كويز ها يا لكتب معي كويز نعم سبوز بدك اياه سبوز our population of mice. شو يعني mice? Mice جمع شو هي? جمع mouse, yes? So, suppose the population of mice increases proportionally to its current size. Now, if this population doubles in 2 months, Fasla, when it will be triple? نعم هذا السؤال السؤال بقول لك في عنا جبنا population من ايش من المايس وعم بلشوا عم يزيدوا بلشوا ايش عم يزيدوا والزيادة هاي is proportional to its current size بتناسب مع العدد اللي حطيته في الاول بقول لك اذا هذا population doubles صار قد ما هو عمرتين in 2 months احذر بعد قديش بصير تريبل شان تريبل قد ما بلشنا فيها 3 مرات يلا الاول واحد بحل الصح على الورقة باخذ ممتاز وتشجيع من الجميع لما يعني بحل صح بحل على اللور
يلا مين بحب تفرجينا الحل؟ في حدا خلص؟ في حدا بيعرف كيف نحله؟ نعم، احكي شفهي. نعم. نعم. طيب وبعدين؟ اوكي محاولة جيدة نعم. نو نو هلا هون محاولة جيدة يعني صح. نعم. محاولة جيدة. كمان صح. هلا في طلاب عم بيحاولوا. Very good. طلع كيف. لأن اوكي خلينا نشوف مع بعض. أول إيش السؤال اللي قدامك على اللوح؟ Growth ولا Decay؟ Growth. So طور روحك عمي. So DB على DT بيساوي K في B، وكلنا بنعرف إنه إيش؟ إنه K شو مالها؟ موجب لأنه في عنا إيش؟ Growth. هلا السؤال، السؤال معطيك قديش بلشنا بالضبط؟ مش معطيك السؤال قديش بي زيرو، مش معطيك اياها. حكى لك ايش قديش بالضبط. ولكن طلع شو بحكي لك. هلا انا بعرف شو الحل، شو الحل لهي الديفرنشال ايكويشن، شو السوليوشن لها. اتفقنا انه السوليوشن شو اسمه؟ انه بي اوف تي تساوي ايش؟ بي زيرو في اي كو كي تي، صح هذا هو الحل؟ كلنا بنعرف. مزبوط؟ هلا الخطوة اللي بعد هاي تعرف شو تشوف السؤال شو الموطة في السؤال. given شو اللي given معنا في السؤال؟ given انه هذا البوبيليشن بصير قد ما هو على مرتين بعد كم شهر؟ بعد شهرين. يعني مين بقول لي قديش البوبيليشن بصير فيه بعد شهرين؟ شو الجواب هاي؟ ضعف ايش؟ دبل بي زيرو، صح ولا لا؟ هلا شو السؤال بده؟ when it will be triple. يعني شو يعني وين؟ عن شو بسأل وين هاي؟ عن تي. هلا السؤال شو بقول لك؟ find T star such that بحيث ال population عند هال T star هاي كديش بوصلك؟ 3 بي 0. مزبوط؟ فمين بقول لي لا أول معادلة هاي شو بدي فيها هاي؟ عشان أطلع K، وهاي ما هي صارت K معروفة بطلع T. تعال شوف كيف. هلا مين بقول لي قديش بي 2؟ حسب القاعده وين ما في تي شو بدك تحط؟ 2. فشو جواب هاي؟ بي 0 في اي كو 2 كي. بس كنا بنعرف انه عند 2 شو الجواب؟ 2 بي 0. فبتروح بي 0 مع بي 0 شو بضل عندك؟ تساوي 2. خذ اللين للطرفين فبتطلع 2 كي تساوي لن 2، معناته كي قديش؟ لن 2 على ايش؟ صح هيك؟ مزبوط؟ هلا صارت كي جاهزة، فيش مشكلة. أنا وين بروح؟ بدي أروح على ايش؟ بدي أعوض هاي المعادلة. شوف لي هاي. مين بقول لي قديش بي عند تي ستار؟ بي 0 عوض تي ستار هلا محل هاي. وين ما في تي شو بدك تحط؟ تي ستار. فشو بطلع؟ بي زيرو في اي كو كي في تي ستار، صح هيك؟ لازم تساوي 3 ايش؟ بي زيرو حسب السؤال. فبتروح برضه بي زيرو مع بي زيرو وبضل عندك اي كو كي تي ستار يساوي 3، معناته كي تي ستار شو بدي يساوي؟ لن 3، صح؟ بدنا ناخذ اللن للطرفين، معناته تي ستار شو تساوي؟ لين 3 على كي. بس كي معروفة ولا مش معروفة؟ معروفة. وتساوي بطلع 2 لين 3 على لين 2. مزبوط، لأني قسمت على كي. لما تقسم ترفع 2 لفوق، اللي هي زي ما حكى الشاب، اللي هي عبارة عن شو هي؟ لين 9 على لين 2. كم واحد صح حلو؟
اوكي 7 8 13 منيح. طيب very good. طيب شوف لي سؤال زي هيك. هلا متذكرين شو تعريف الـ initial value problem؟ متذكرين شو تعريف الـ initial value problem؟ شو يعني IVB؟ الطلاب حافظينها VBI، هي IVB initial value problem، يعني عبارة عن شغلتين، differential equation شو في معها؟ initial condition، so هاي initial condition وهي ايش؟ كل هاي differential equation. equation لانه في يساوي differential لانه في derivative. حل هلا على طول شو لازم يجي في بالك؟ انه شو نعمل؟ متذكرين؟ متذكرين شو نعمل؟ يلا مين بقول لي كيف نفصل؟ طلع على المعادله هاي فيها فصل هاي؟ مين بقول لي شو نعمل؟ كيف بدي اخلي x لحال و y لحال؟ بدك تفكر شوي صغيرة. شو مو قبل ما كامل بزبط شو كامل طلع لازم تخلي كل الواي لحال والاكس لحال بزبط شو كامل هيك خلص يلا كامل هاي هاي نكملها شو بالنسبة بالنسبة لمين تكامل هون لاكس ولا لواي هاي الطرف اللي هون في جواته اكس وواي بزبط شو تكامل لازم اول نفصل اذا بتعرف هذا بقول لك كيف نعمل شو نعمل نعم من ننكل انو انكل هاي مع مين مع ناقص ستة وين اوديهم هدول الطرف الثاني هون ما هو تاب ودي اكس هاي غير هون نعم ناخذ واي عامل مشترك من هاي وهاي مزبطش طيب هم غيرهم نعم فرق بين مربعين وين المربعين في مربعين انت شايف هاي معادلة تربيعية وين التربيع عمي وين هو الكل تربيع يعني ولا قصدك فرق بين مربعين طيب يلا هاي اكس ناقص 2 طلع شو حكى تستاهلوش ها لو اكس ناقص 2 هيك قصدك في واي زائد 3 مين بقول لي اذا بتفك هدول بيطلع لي فوق ولا لا؟ ها؟ بيطلع ولا بيطلعش؟ تعال شوف ها اكس وواي هيها اكس في 3 هي 3 اكس سالب 2 في واي هي هم وسالب 2 في سالب 3 سالب 6 وسقف العلو يلا شوف طيب في عند حدا عنده حل ثاني؟ نعم بدل ما افكر بالتحليل بخرج اكس عامل مشترك بعدين بخرج واي زائد 3 عامل مشترك وين؟ بتخرج من وين عامل مشترك؟ بين مين ومين؟ بين الاولى والثانيه بتخرج اكس عامل مشترك والثانيه شو بتخرج منها؟ موجب 2 عامل ولا سالب 2 عامل مشترك
بصير هون في فاكتور نفس الفاكتور اللي هون، طلعه عامل مشترك. يعني شو بتقدر تزبط كمان مرة، طلع من هاي طلع X عامل مشترك، شو بضل؟ Y زائد 3. وهاي طلع سالب 2 عامل مشترك، شو بضل؟ Y زائد 3. صار عندك Y زائد 3 Y زائد 3 بطلع برا كمان مرة عامل مشترك، فشو بضل جوا؟ X ناقص 2. هاي زي هاي ولا لا؟ يا بدي سقفة معناته، شو رأيكم؟ شو يا ابو شباب بدك تضلك تسكف لنا؟ شو نسكف لك احنا؟ اذا صار عندك اكثر من طريقه، سو اذا هلا شو بيصفي هاي؟ لازم غير هيك بزبطش، لازم تفصل. شو حكى الشاب اللي هون؟ اكس ايش؟ اكس ناقص 2 في اكس في واي زائد 3، صح؟ ممتاز. اذا هاي الديفرنشال ايكويشن بقدر اكتبها بهاي الصوره. هلا السؤال، بقدر افصل هلا ولا بقدرش؟ هلا الفصل مش اسهل منه. بتجيب طلع بتجيب واي زائد 3 هون عند الدي واي تحت في المقام، ودي اكس تبعتها هون، فشو بصير هاي؟ بصير دي واي على واي زائد 3 تساوي اكس ناقص 2 كلها مضروبه في دي اكس. شو رايكم؟ هل الطرف اللي على الشمال كلياته صار واي؟ هل الطرف اللي على اليمين كلياته صار واي؟ هلا بتفكر في التكامل. يعني هلا هون بعمل تكامل بس بالنسبه لواي، وهون بعمل تكامل بس بالنسبه لمين؟ لاكس. فشو رايكم؟ شو تكامل اول حاجه؟ لان قيمه مطلقه لواي زائد 3 يساوي شو تكامل الاكس؟ ناقص شو تكامل 2 زائد كونستنت. مين بقول لي كيف اطول سي؟ نعوض. مين بقول لي الصفر هاي بعوض محل مين هاي؟ هاي محل شو هاي؟ اكس. وصلتها قد ايه؟ سالب 2 محل مين؟ محل واي. فشو رايكم؟ شو بصفي هاي؟ لين قيمه مطلقه قديش واي؟ سالب 2 وموجب 3 يساوي محل اكس 0 ناقص 0 زائد سي. احذر شو بتطلع سي؟ قديش ناقص 2 وموجب 3؟ 1. قيمه مطلقه لين سي 0. اذا سي بتطلع 0، معناته الحل اللي بيطلع معك شو بصير اسمه هون؟ لين قيمه مطلقه لواي زائد 3 يساوي اكس تربيع 2 ناقص 2 اكس. مين بقول لي الحل بهي الصوره سوليوشن بسميه اكسبلسيت سوليوشن ولا امبلسيت؟ امتى بحكي عنه اكسبلسيت؟ حكينا لما تقدر تحط واي موضوع القانون، واي تساوي، هل هاي واي تساوي؟ اذا هذا مش اكسبلسيت. بهاي الصوره شو بنسميه؟ امبلسيت سوليوشن. بتقدر تحولها لايش؟ اذا بتاخذ اللين للطرفين بتقدر تحولها لايش؟ بتقدر تحولها لاكسبلسيت. يعني هاي عباره عن واي زائد 3 تساوي ايكو اكس تربيع 2 ناقص 2 اكس، وخذ قيمه القيمه المطلقه يعني زائد وناقص وطرح واحد بيطلع اكسبلسيت. جماعة احنا هيك كالكولس 1 is completely done. بتأمل انكم استمتعتوا في هذا الكورس واستفدتوا علميا منه. روحوا تديروا بالكم على الفاينل ودرسوا كويس، وبتمنى لكم التوفيق والنجاح والعلامات الكاملة والأنارات. بالتوفيق ويعطيكم العافية، وبنشوفكم في كالكولس ثانية.